مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، واتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم ويلا على الوصفة. شوكولاتة من اي نوع متوفر؟ 300 جرام. نوضع عليهم 100 جرام ماء ساخن. الماء الساخن والشوكولاتة فقط في حالات معينة بنوضع الماء الساخن مع الشوكولاتة، فقط في وصفات معينة فقط. نحرك حتى تذوب الشوكولاتة. نوضع البسكويت واحدة واحدة كل دائرة. نوضع معلقتين شوكولاتة. هيك أصبحت جاهزة. الجيد بروح على الكريمة. نعمل الكريمة جيلي ليمون 50 جرام، لازم نعمله قبل فترة. بنوضع 50 جرام ماء ساخن وبنحرك. هذا لازم نعمله قبل فترة عشان يبرد. جبنة من أي نوع متوفر؟ جبنة كيري، لافاش كيري، أي نوع متوفر؟ 150 جرام. سكر بودرة 50 جرام. زبادي 150 جرام. فانيلا أي نوع متوفر؟ 5 جرام. خفق المكونات حتى تنسجم. نوضع كريمة طازجة 200 جرام. نوضع الجلي بالتدريج. الكريمة الطازجة إذا غير موجودة ممكن نستخدم كريمة بودرة مع الحليب. لكل 100 جرام كريمة بودرة 100 جرام حليب. نرفع ثلث الكمية للتزيين. نضعها في القمع. البسكويت هم 300 جرام، 150 جرام تقريبا حطيناهم في الدوائر، والباقي بنعمله الى قطع صغيرة. نوضعه مع الكريمة اللي احنا عملناها. وبنحرك حتى تنسجم كله مع بعض. وبنعبي الدوائر. الطريقة كتير كتير بسيطة وسهلة الطريقة. فقط انتو حضروا الاغراض طبقوها، بخمس دقايق بتطبقوها كلها. هيك اصبحت جاهزة. هلقيت بنحط التلت اللي احنا رفعناه، الجزء اللي احنا رفعناه للتزيين. نوضع الشوكولاتة، بعد الشوكولاتة نوضع الجزء اللي رفعناه للتزيين. هذا اختياري. فينا نعمله بدون تزيين. نوضع قطع صغيرة من البسكوت تزيين. هذا حسب ذوقكم، وانتم ممكن تعملوها في اي قالب متوفر عندكم، اي شيء. هذا مجرد انا بديكم افكار الادوات اللي انا يعني تخطر على بالي على السريع بعمل فيها انا. اي شيء موجود، كاسات، صحون، قوالب، اي شيء. الموضوع سهل. هيك لازم تكون في الفريز اقل شيء 4 ساعات. هيك طلعناه من الفريز مثل ما انتم شايفين. هي رهيبة 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 وروعة. اتمنى ان انتم تجربوها. في امان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. شكرا كثير لكم. اتمنى الاشتراك بالقناة. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.